يا جمال، الإيد الشغالة فعلا في مصر الخضراء في الأرض الزراعية اللي للأسف اتحولت لغابات، غابات أسمنتية بتزحف على مساحات الأمل، مساحات الخضراء اللي بتصغر كل مدى وكل يعني وقت نلاقيها عمالة تصغر وتصغر. ده كل يعني عمود أسمنتي وعمود خرساني كأنه بيدق في قلب مصر بالظبط، على كل أرض بنفقدها كل يوم. دايما بنسأل سؤال، امتى هتتحل الرقعة الزراعية من التعديات اللي بنشوفها وعمالة تزيد؟ ده اللي بنتمناه، ودايما بنأمل انه نخلص من التعديات دي وتزيد وترجع تاني مصر الخضراء. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنتكلم عن الطرق والكثافة المرورية، وده اللي بيهم وبيشغل اي حد النهاردة بيبقى عايز يتحرك ويبدأ يومه، رايح للشغل، رايح للدراسة او الجامعة او المدرسة، عايز يعرف المناطق الاكثر كثافة ويتفاداها ازاي. هنعرف كل ده من سيادة اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا سياده اللواء. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للساده المشاهدين. صباح الخير سياده اللواء احمد هشام، يعني سعداء بوجودك النهارده معانا في مداخلتك. خلينا كده نطمن مع حضرتك كده على الحاله المروريه لمحافظه القاهره والجيزه، ويعني لو عندك معلومات عن عموم الجمهوريه كمان يا ريت. صباح الخير استاذ محمد. طبعا معلومه اليوم الاثنين ورشه عمل رسميه كافه قطاعات الدوله والمصالح الحكوميه والاداريه والقطاع العام والقطاع الخاص، بالاضافه الى طلبه المدارس والجامعات. ده طبعا بينعكس على كافه خطوط السير، سواء كانت خطوط السير السريعه من المسطره في الصحراويه والزراعيه او داخل محافظات القاهره والكوفه. هذا بالاضافه لارتفاع درجات الحراره اليوم، ده كمان سار على وضوح الرؤيه، فبالتالي كان في كثافات مروريه مستمره حتى الان منذ الصباح الباكر على كافه خطوط السير، لكن الخدمات المروريه موجوده مكثفه منذ الصباح الباكر للسيطره على تلك الكثافات. ما زالت تلك الكثافات مستمرة، أفراز أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، نظرا لعمليات الإصلاح والتطوير بالنسبة لفواصل كوبري 6 أكتوبر، ده عامل نوع من الكثافات المرورية ما زالت مستمرة حتى الآن، لذلك بننصح السادة المواطنين باستخدام المسطحات الأرضية. هذا بالإضافة إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر القادم من رمسيس اتجاه أعلى كوبري أكتوبر مغلق الآن، لذلك في هناك تحويلة بالنسبة للسيارات من هي بتستمر في المسطح الارضي شارع الجلاء استمرار حتى عبد المنعم رياض، ومنه الى مسطح العلوي اتجاه اعلى كوبري اكتوبر اتجاه مناطق الجيزه. كذلك القادم من اعلى كوبري اكتوبر من منطقه شارع الدقي اتجاه اعلى اكتوبر القادم من الجيزه اتجاه القاهره ما زال في بعض الكثافات المروريه بنفس الموقع، منزل سرايا الجزيره في كثافات مروريه متجهه الى المسطحات الارضيه. لذلك بننصح الساده المواطنين ومناطق الجيزه استخدام شارع التحرير وشارع الدقي وشارع الجلاء، وذلك لتخفيف الكثافات المروريه اعلى اكتوبر. من الجهه الاخرى كذلك في كثافات مروريه حاليا موجوده على كوبري عباس وكوبري الجامع المتجه الى منطقه ميدان النهضه وميدان الجيزه، وذلك لوجود دراسه جامعه القاهره بالاضافه الى الخدمات الحكوميه الموجوده بنفس الموقع. لذلك احنا بننصح الساده المواطنين استخدام شارع القصر العيني وشارع ديوبار وشارع الشيخ ريحان، وذلك تخفيف كثافات المروريه بنفس الموقع. بالنسبه للمنطقه الشرقيه مناطق مدينه نصر ومصر الجديده ما زالت الكثافات المروريه مستمره حتى الان في محور ابو بكر الصديق ومحور الثوره ومحور الحجاز، لكن بحمد الله هي كثافات متوسطه متحركه وتحت السيطره المروريه. غير ذلك الحمد لله الامور هادئه تماما. بالنسبه للحوادث المروريه الحمد لله ما فيش اي حوادث مروريه، وكان بعض الاعطال الخفيفه الموجوده اعلى الكباري بيتم التعامل معها عن طريق اوداش المرور او عن طريق الدفع باليد، وما زالت المتابعه مستمره من قبل رجال اداره عمل المرور كل في نطاق اختصاصه. جميل. بالنسبه للمداخل ومخارج القاهره سياده اللواء، يعني ايه الاخبار؟ يعني اللي جاي النهارده من الوحور، اللي جاي من الطريق الزراعي، المخارج بتاع والمداخل بتاعت القاهره اخبارها ايه النهارده؟ هي في كثافات مروريه بالنسبه للقادم من الاليويه اتجاه مناطق الشبرا الخيمه ميدان المؤسسه، تلك المنطقه ما زال في كثافات مروريه نفس الموقع، نظرا لانشاء كوبري اليوبي الجديد اللي هو هيسهل الحركه المروريه بالنسبه للمنطقه بالنسبه للطريق الزراعي القادم من اليوبي اتجاه القاهره. كذلك بالنسبه للطريق الدائري في بعض الاصلاحات الموجوده بالطريق الدائري تحديدا القادم من المعادي وحلوان اتجاه مناطق القاهره والتجمع الخامس،
في حلقه مغلقه في نفس الموقع، دي برضه عامله نوع من الكثافات المرئيه. حاليا الكثافات المرئيه في معظم المحاور ما زالت مستمره، وان كان كثافه الضغط بالنسبه لتلك الكثافات واصبحت متوسطه متحركه نظرا لتسكين الرحله الصباحيه ووصول الساده المواطنين لمكان عملهم وكذلك لبدء الدراسه في المدارس والجامعات. نشكرك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري على كل التفاصيل اكيد اللي بتهم كل مواطن مصري النهارده بيبدا يومه حابب يتحرك في اي مكان. بشكرك جزيل الشكر. كمان مشاهدينا الكرام هيكون معانا شاعرنا الجليل اللي دايما بيطرق على اذاننا الكثير من القصائد والاشعار اللي يعني دايما بنستمتع بيها، الشاعر احمد زايد معانا. طيب اوكي هنكون معانا بعد قليل. بعد قليل بس احنا عايزين نتكلم شويه على موضوع المشكلات المروريه، يعني انا اعتقد ان احيانا بيكون سبب المشكله المروريه هو احنا. يعني احنا بنشوف يعني اخواننا سائقي الميكروباص يعني اركن في الصف اليمين، يعني اركن موازي للرصيف، ليه لازم نركن صف ثاني وثالث ونقف يعني نحمل ركاب من نص الطريق وننزل ركاب في نص الطريق؟ حقيقي. خلينا نقول ان انت رصده كمان كتير جدا دي كلها تعديات، يعني زي ما كنا بنتكلم على تعدي على الارض الخضراء فهي تعدي ايضا على الشارع المصري، الشارع الجميل اللي الواحد ما بقاش عارف يتحرك فيه ولا عارف يمشي فيه. لازم على قد ما نقدر يعني نحافظ زي ما احنا عايزين حاجه او نقضي مصلحتنا كمان في غيرنا عايز يقضي مصلحته. كل ما هاخد المبدا ان انا يعني ابقى دايما بفكر في غيري صدقوني ربنا هيبقى بيوفقك في كل مصالحك الشخصيه. يعني خلونا اعزائنا المشاهدين كده نحط ايدنا في ايد بعض وما نشوفش تاني مشكلات مروريه ونبتدي مع بعض ان احنا يعني نحل مشاكل المرور. اتمنى ان كل سائقي المركبات الكبيره يعني يفتكروا كويس قوي ان هم راكبين مركبه كبيره، بلاش الاوتوبيس اللي بنشوفه يعني بيتحرك كانه موتوسيكل ده، بلاش صاحب العربيه النقل اللي بياخد غرز كانه راكب عجله صغيره، بلاش نشوف كتير جدا من المشاهد المروريه اللي يعني بتوجع القلب. مفيش دوله محترمه في الدنيا او شعب محترم في الدنيا في عربيه نقل بتمشي في الشمال خالص او في الحاره السريعه، يعني في كتير من المظاهر اللي احنا لازم يكون لنا دور احنا كمواطنين ان احنا نحلها. خلونا نبتدي مع بعض اعزائنا المشاهدين فقرتنا الاخباريه النهارده، واول خبر اكيد هيكون بيتكلم عن الدوره المكوكيه للرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره. اول خبر بيقول التعليم والطاقه يتصدران المباحثات المصريه اليابانيه اليوم. خلونا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر اعزائي المشاهدين. تشهد العاصمة اليابانية طوكيو اليوم القمة المصرية اليابانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، وتتناول المحادثات سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لا سيما في مجالات التعليم والطاقة والبيئة، وسيتم تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية المهمة وكذلك بحث التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي على ضوء عضوية الدولتين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2016 و2017. خلينا مشاهدينا الكرام قبل ما نستكمل أخبارنا هيكون معانا دلوقتي شاعرنا الجليل أحمد زايد. صباح الخير يا أستاذ أحمد. خير يا ست الكل عليك وعلى مشاهدينك الكرام في كل مكان. أشكرك. عايزين النهارده نعرف محضر لنا ايه دايما من كلماتك الرائعه اللي بتطرقها علينا. انا اسمحوا لي النهارده اقول موال الفساد. الله فضل. عليك تفضل تفضل يا حاج احمد. موال فسادنا بقاله في البلد منار وبقاله كرش كبير وقدر يربي شناب وبقاله فيه مريدين من الاهل والاصحاب وموجودين كلهم ولا حد منهم غاب وكل واحد منهم خد من البلد مخلاب وللاسف على الشاشات قابلوها بالترحاب والطبل والمزمار وفخامه الالقاب ويا عين يا ليل يا عين اصل الهوى غلاب ولا حدش لام عليهم ولا لام على الاسباب وادولهم اليانسون والشبس والعناب مع انهم عصابات فيها شيوخ وشباب ولهم من الارصده في كل بنك حساب والشبكه فيها اللئيم واللص والنصاب واللي يبيع البلد بنص رطل كباب علشان كده مطلوب نكشفهم كلهم ولا حد يروح يزورهم ولا يبقى في صفهم ولا حد منا يطلع يدافع عنهم علشان بلدنا تروح وتفوق من همهم ونقدر بالقانون نحاسبهم كلهم ويتوبوا من الفساد ويعودوا لرشدهم واتمنى من المصالح في يوم نكتشفهم واتمنى من المصالح في يوم نكتشفهم. الله 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 عليك يا حاج احمد الله عليك.
يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني انت جيت على الوجع بالظبط، لكن يعني اكيد الفساد مستشري في كل حته، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بيقول انا كل ما احط ايدي في مكان مش عايز اقول، يعني هو الراجل نفسه مش عايز يقول. الفساد النهارده منتشر في كل مكان، ومش عايز استخدم العباره القاسيه قوي اللي استخدمت في الفيلم اللي بتقول كلنا فاسدون ولا استثني احدا، لكن كلنا فاسدون بشكل او باخر. انا مش بتكلم على الفساد يعني بشكله الحقيقي، لكن كلنا فاسدون لان اللي ساكت على الفساد يعني مشارك فيه، اللي بيدفع رشوه وهو مش مرتشي برضه مشارك في الفساد. ده دورنا بقى ان احنا ما نسكتش على الفساد، ودايما عودتنا على رسائل القيمه الهادفه اللي دايما توصلها بشكل مباشر وبسيط من خلال كلمات جميله بتطرقها فعلا على اذاننا. خلونا مشاهدينا الكرام نبدا تاني كمان اخبارنا اللي بيتكلم عن التغيرات المناخيه امام 16 وزيرا بالقاهره. تفاصيل الخبر بتتكلم عن تستضيف مصر غدا اجتماعات الجمعية العمومية للدورة 33 للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، والتي تستمر لمدة يومين تحت رعاية الوزير الزراعة دكتور عصام فايد وبمشاركة وحضور 16 من وزراء الزراعة العرب وأعضاء الجمعية العمومية للمركز. ندخل بقى كمان في تاني اخبارنا، في معانا كمان خبر بيتكلم عن مصادر بديله للمياه لاستصلاح 4 ملايين فدان. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر. قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والري ان قضيه المياه من اهم القضايا التي تواجهها الدول العربيه في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب، مشيرا الى ان العديد من الدول على مستوى العالم تعاني نقصا حادا في المياه وعجزا في تلبيه احتياجات المواطنين من المياه. وقال أن توفير الموارد المائية البديلة يقع من ضمن أولوياتنا، مشيرا إلى أن سياساتنا الحالية توجهت نحو زيادة الاعتمادات لإيجاد موارد مائية في المناطق المستصلحة حديثا والتي تقع بعيدا عن وادي النيل والدلتا. كمان معانا خبر بيتكلم عن صرف 80% من مستحقات مزارعي القصب وباقي المبلغ تباعا. ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الاستجابة لمزارعي قصب السكر وصرف مستحقاتهم مبكرا هذا العام، إيمانا من الحكومة بدور الفلاح المصري في تنمية واعتباره العمود الفقري للإنتاج في مصر. أكدت كمان الوزارة أنه تم صرف 80% من مستحقات مزارعي القصب لدى المصانع بحيث يتم صرف باقي المبلغ تباعا وحتى انتهاء فترة التوريد. ده اللي بنتمناه دايما، يعني نبقى دايما مع المزارعين ونصرف مستحقاتهم تباعا، لان هو ده يعني عصب الزراعه بالنسبه لنا. الجميل بقى ان اخر خبر النهارده بيتكلم عن اللسون اللي لسه جايب سيرته دلوقتي الاستاذ احمد زايد. يعني احنا يعني هنقول ايه طيب؟ واضح ان القياده السياسيه على فكره اليومين دول كشرت انيابها ضد الفساد تماما، ومش هنشربهم يانسون يا حاج احمد اطمن. الخبر بيقول اليانسون له فوائد عديده وله ايضا طعم لذيذ. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر. يعد اليانسون من الاعشاب المفيده والمعروفه منذ قديم الزمن وخاصه في الشرق، وهو بديل رائع للادويه الخاصه بالاطفال والمرضعات. يعد اليانسون من الاعشاب المفيده جدا للصحه، فهو يساعد على الهضم ويقلل من التقلصات، وهو مناسب للكبار والصغار، كما ان له تاثير ايجابي على الجهاز التنفسي. واليانسون ايضا تاثير على الصداع، كما انه يساعد على الاسترخاء. قد ايه اليانسون فعلا مفيد، قد ايه اليانسون محتاجين دايما يعني نشربه، ولكن في الاوقات اللي احنا هنكون فيها نشاط وفيها شغل يعني ينصح دايما نبعد، لانه بيدي للخمول شويه والكسل، فنخلي بالنا. هو اليانسون كمان يعني له سمعه كمان مع المشايخ سبحان الله، حتى في الافلام القديمه كان دايما كده الشيخ اول ما يجي هيقرا قران ولا مش عارف هيعمل ايه او حد هيتكلم هتقول يانسون. طبعا هي المعلومه مش سليمه بشكل صحيح، يعني اليانسون هو له فوائد فعلا، بس فوائده مش على الصوت خالص. الصوت يعني حاجتين بس اللي بيأثروا عليه، شرب المية بشكل جيد وكمان النوم الجيد. النوم الجيد والصوت طبعا مرتبطين ارتباط يعني شديد جدا. أعزائنا المشاهدين، دي كانت نهاية أخبارنا، وخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف النشرة الاقتصادية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، والنشر الاقتصادي
الاقتصادية أخبار المال والاقتصاد، وهنبدأ بأولى أخبارنا بيتكلم عن مصر تستضيف اجتماعات هيئات الأوراق المالية العربية 3 مارس. تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مارس المقبل فعاليات الاجتماع 10 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والذي يمثل تجمعا مهنيا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية ل 15 دولة عربية. وذكرت الهيئة أن الاجتماع يسعى للوصول إلى أعلى الدرجات التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات أسواق الأوراق المالية العربية، وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخيرات والخبرات الخاصة من أجل دعم تطوير الأسواق العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها. تاني خبر أعزائنا المشاهدين، بيقول رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الأمريكي يزور القاهرة. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر. يزور رئيس مجلس إدارة ورئيس بنك الصادرات والواردات الأمريكي فريد بي هوكبرغ القاهرة اليوم وغدا للاجتماع مع المسؤولين ضمن الحكومتين وقادة القطاع الخاص لاكتشاف فرص التجارة والاستثمار في مصر. تمام. كمان معانا خبر يمكن تفاؤلي شويه، بيتكلم عن البورصه. البورصه اللي بتربح 3 مليارات جنيه اغلقت مؤشرات البورصه امس على صعود جماعي بنسب تتراوح ما بين 1.28% للمؤشر الرئيسي و1.63% لمؤشر ال20، وصعد راس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليستقر عند 392.7 مليار جنيه، بفضل مشتريات المصريين والعرب، وبلغ حجم التعاملات 450 مليون جنيه للأسهم مستندات. أعزائنا المشاهدين، دي كانت أخبارنا الاقتصادية. خلونا مع بعض نشوف إطلالة سريعة على أسواق المال وأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري. الدولار الأمريكي سعر البيع 7.83 جنيه وسعر الشراء 7.78. اليورو سعر البيع 8.56، سعر الشراء 8.49. الجنيه الاسترليني البيع 10.87 جنيه، سعر الشراء 10.76 جنيه. دينار الكويتي سعر البيع 26.07، الشراء 25.76. كده مش الريال السعودي سعر البيع 2.08 جنيه، سعر الشراء 2.07 جنيه. واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع 2.13 جنيه، وسعر الشراء 2.11 جنيه. كده مشاهدينا الكرام هنصل لأسعار الذهب، واللي الحقيقة شهدت في الأسواق انخفاض نسبي وفي المحلات أيضا وفي جميع أعيرته. تعالوا نشوف ونبدأ بعيار 24. سعر الذهب لعيار 24 311 جنيه و43 قرش. أما عن سعر الذهب لعيار 21 272 جنيه و5 قروش. كمان سعر الذهب لأعيار 18 233 جنيه و57 قرش. ننتقل أعزائنا المشاهدين من أسعار العملات وأسعار الذهب إلى أسعار الخضروات والفواكه طبقا لأسعار سوق العبور. وخلونا نبتدي مع بعض بأسعار الخضر. الطماطم سعر الجملة 1.5 جنيه، سعر التجزئة 3 جنيه. البطاطس سعر الجملة 1.5 جنيه وسعر التجزئة 3 جنيه. البصل سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه. الكوسة سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 3 جنيه. الفاصوليا سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه. أما الباذنجان البلدي سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه. باذنجان رومي سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه. خيار البلدي سعر الجملة 1 جنيه وسعر التجزئة 3 جنيه. الملوخية سعر الجملة 1.5 جنيه وسعر التجزئة 3 جنيه. واخيرا توم سعر الجمله 3 جنيه وسعر التجزئه 12 جنيه. كده مشاهدينا الكرام هنصل لاسعار الفاكهه، وهنبتدي بالبرتقال البلدي. سعر البرتقال البلدي جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. اما عن الموز جمله 5 جنيه والتجزئه 8 جنيه. واخيرا التفاح جمله 4 جنيه والتجزئه 8 جنيه. أعزائنا المشاهدين، دي كانت متوسط أسعار الخضروات والفواكه. خلونا نطلع فاصل ونرجع هنتكلم في موضوعين في منتهى الأهمية. موضوع بيخص الصناعات الصغيرة، وطبعا دي اللي يعني كتير جدا من الدول بتبني اقتصادها كله على الصناعات الصغيرة. وكمان هنتكلم عن ربيع العمر وعن المسنين ودور المسنين والحياة الحافلة بالحب للمسن بعد سن 60، لكن بعد الفاصل تابعونا.